طارق بليزيتكي به هذه جايه بالبانان من على شمال اليمين لحظه بس استنى استنى بانان ولوز لحظة بركة لحظة اعطيني كارت المطالب هذه اكاجو كاربون اكاجو اي جمادة ويش بنقردين بنقردين ولا ليبيا ولا اي فما لبس جاهز هذوما باليز لوك باليز حلو مين جايين سامحني شوي مرحبا صحيح طلع عرض شوف خلي عليك كويس ارتاح شوف هذه تحت اش فيها؟ كل حوايج كل بلوزونات كل ملابس زيت ملابس زيت زوز فاني زيت ملابس زيت هاك راه عطيك النوبل اسكت كربون هاك صح شريف يعيشك منين جاي؟ من قردين من بقردين نعم اش تخدم انت؟ لواج استخدم لواج؟ اي مثبت مثبت هي لواج ها لا وزارة النقل عطيتك رخصة؟ عطيتني رخصة اش تخدم كناتري؟ مش كناتري هذه يسمى كنتري هذه مع اللي نشوف فيه هذه يسمى كناتري هذه انت كناتري صغير فهمني ساعة سامحني يبارك فيك رخصة تاع نقل الركاب ولا نقل الركاب؟ لحظة خلينا نحكي عن معسى احكي لي باهي ما تسالش ما تسماش كناتري انت ما تسماش كناتري اش يتسمى؟ واحد عندي قاعد شويه ناس صغار كذا كذا دبروا ناس صغير اما الضرب الكبير ما شدوشو الضرب الكبير ما شدوشو نعم شكون الضرب الكبير؟ عندهم ماليه باهي عندهم ماليه عندهم ماليه نعم شكون ماليه؟ ماليه ما يعرفهم حد وانت تعرفهم؟ انا يعني كان نعرفهم كنا يرحوني كنا نقول هذاك وهذاك يرحوني يرحوك اذا كنت تتكلم عنهم نعم تو اسمعني تو اسمعني من قردين كان هنا يا حصلت واثنين كامله شنو معناه؟ انت مثبت لواجيست مثبت لا لواجيست اليوم نتكلموا على الرخص في تونس وقت اللي تحكي على لواجيست لكن في حقيقه الامر هو كناتري ينقل السلع المهربه من القطر المجاور حتى العاصمه وكما تشوفوا في القائمه باش نرجع لك انتوما الفرقه امنيه متنقله هكا ولا فوج لقات الحصن لواج تنقل الركاب لكن فاجاتوا باش هذه بانان ولوز و ملابس جاهزه كيما تشوف فيها هذه يعني كلها تبارك الله معناتها بانان مهرب فواكه جافه مهربه وملابس جاهزه كلها مهربه من القطر الليبي بدون سند قانوني ما عندوش حتى سند قانوني في السلعه دي لواج بوندروج في الظاهر تنقل الركاب لكن تبارك الله هاي بيستاش وبانان ما عندوش حتى ترخيص فيه ما عندوش حتى وثيقه تثبت يعني الملكيه نتاعو هو بالقانون ممنوع 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 عندوش حتى سند قانوني فيه
هذوما هذوما يتبيعوا في سوق الجمله، بنان يتبيع في سوق الجمله ما يتبيعش لبرا. هو جاي من في لواج، تهزهم يا سي زي، تهزهم حاجه اخرى في لواج محطين. يعطيك الصحة. اليوم نتحدث على بعض السلع اللي هي كونترا تتباع في الأسواق التونسية وأبرزها البنان. عاود بركلة معناتها خيرات ربي اليوم سي جلال حجز البنان المهرب، لكن هاكم تشوفوا معناتها الواجهات وليت هي اللي تنقل في البنان من ليبيا إلى تونس العاصمة. هذه إدارة تو مشكورين تو جميع الوحدات الأمنية لهنا. إذا كان احنا إذا كان تدخل كل نهار 20 30 لواج، كل لواج فيها الكميات هذه، معناتها سي السوق غرق بالمواد هذه المهربة، خاصة مادة البنان اللي هي بصراحة كما راهو ب 12000 و13 دينار، معناتها تدخل باش تشريها المواطنين. واحنا في بالكم اللي كميات البنان اللي استوردتها الدولة اللي من قطر شقيق، معناتها نورمالمون هي اللي باش تكون تتوزع في الأسواق. ديما حكاية الكونترا هذه بالنسبة للبنان هنا في الواجهات هذه اللي نورمالمون معدة لنقل الركاب فقط. اليوم وقت اللي نحكيه على البنان المهرب، أيضا الفواكه الجافة المهربة وبكميات كبرى، بكميات تطرح ألف سؤال. الناس هذوما معناتها كيفاش يوصلوا باش يعديوا المواد هذه الكل من الحدود التونسيه الليبيه وصولا الى العاصمه. هنا والله احنا معناتها عمليه النقل هذه نتاع المواد هذه كيما تخبي فيها تحت الكراسي في المال في كذا، احنا ماذا بينا جميع الوحدات تقف في نفس الموضوع، الناس كل تقف في الظاهره هذه والحد من ظاهره التهريب، وما عنده وين يمشي. وديجا اذا كانت عدى من نقطه مبقوش بها في نقطه اخرى باش يشدوه، كيما ريتو توا في نفس الموضوع هنا في الظلام الوحدات الامنيه وحدات التجاره كيف كيف تخدم على روحها وتضبط المخالفات الخطيره هذه. اليوم الحاجه الايجابيه او نقطه الضوء وقت اللي تلقى فرقه امنيه متنقله عندها الحس الامني توقف لواج، معناتها هنا في الظلمه في بلاصه بعيده شويه في رقابه روتينيه تلقاها كلها معناتها كونترا والكلها معناتها من الممنوعات لتدخل لبلادنا للاسف. ومعايا سي ماهر المدير الجهوي للتجاره بتونس. اليوم تبارك الله واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تسعة كرادن بنان، إضافة إلى كميات كبرى من الفواكه الجافة، أيضا كميات كبرى من الملابس الجاهزة. حل شوية بالكاميرا وري معتها حمولة نتاع لواج كيفاش جات معتها من الحدود، وأيضا بهذه الكميات معتها يظهر لي شيء صادم. صحيح، معناها مش معقول الاخلالات تجاوزت هذه، معناها مجموعه من المواطنين اللي قاموا معناها بجلب مواد مهربه واللي قاعدين معناها قاعده تروج معناها باسعار غير قانونيه في السوق وقاعده تاثر على مستويات الاسعار. الموز اليوم معناها قاع توريده من طرف الدوله ويتروج بسعر 5 دينارات، الموز المهرب من الاقطار المجاوره يروج معناها ب 12 دينار ويضرب المقدره شيء المستهلك. وفي هذا الاطار معناها باش يتم حجز الكميه هذه من الموز وباش يتم اعاده ترويجها في سوق الجمله ولا باحدى الفضائيات التجاريه ليتم ترويجها بالاسعار المحددة من طرف الدولة، وهذه معناها تجاوزات اللي تمس بالأمن الوطني والأمن الاقتصادي. كما لاحظنا بكري عملية تهريب في اتجاه معناها الأقطار المجاورة، هذه عملية تهريب معناها في اتجاه التراب التونسي، وهذا الكل يمس بالاقتصاد الوطني ويمس بالمقدرة الشرائية للمستهلك ويمس بحسن تزويد السوق بالمواد الأساسية. يعطيك الصحة. وبطبيعة الحال ديما نرجع للوحدات الأمنية اللي هي مرابطة اليوم على الطرقات التونسية بكم انتم راو نتصدوا للمخالفين، وحتى كان يتعداو معناتها ردوا بالنا لانه ينجم يعدي كيف من هكا معناتها مواد غذائيه والا مكسرات وغيرها، كما ينجم يعدي مواد خطره، وكل انسان لازم يتحمل المسؤوليه نتاعو. ايضا انتم في وزاره النقل اليوم لما تتحول رخص اللواج الى سيارات للتهريب، هذا راهو امر غير مقبول ولا معقول، واحنا نتحدثوا على ضبط الامور وتطبيق القانون. ويظهر لي مولى اللواج معناتها متغشش شويه، عنده ما يقول، قالك انا مجرد مهرب صغير مانيش كبيره برشا. اذا كان الصغير يجيب المواد هذه الكل
مال البلاد شنو قعدت فيها. تفضل بابا هاو نعطيك تتكلم. باه لا توا من قردان تابع شكون؟ تابع تونس. وانا من جيت؟ من قردان. الدبوات غادي بالمليارات منين تدخل هذيك؟ شو ما يشدوش كبارك اللي دخلوا فيها البنقردين بالبطويات تدخل يشدوا كان لواج ولا كيمون سيزي ولا كذا كذا تخرج البنقردين تسد غاديك سوق حر يسمى كاين في دولة أخرى فيها منطقة فيها والي فيها ضرب تونس صح ولا هذه النقطة ما عرفتهاش أنا منين شريت أنا مشي جبتها من ليبيا أنا من تونس بالبلدية وضراب وأمن في الكياس وكل شيء موجود. خلنا نبداو بالنقطة بالنقطة. أولا أنت الرخصة التي أسندت إليك نقل للركاب ولا نقل الكونترا؟ جاوبني في السؤال في النقطة هذه تو نمشي معاك لنقاط أخرى. مش معاك النقطة. أنا مطيش ثلاثة أيام غاديك. مطيش عندي جراية واحد راقد وسطها في الكهرباء. ما لقيتش كيفاش نعبي ونروح لداري. ميت بالشر غاديك. حاولوا فيها ذوما قالوا لي ربي هاو عندنا شوية كذا خلينا نروح بينا. نخلصوا لك فواياجك. ورمضان واحد هذيك اللي أولانا مش متاع كنترول دعمي لا متاع عندي 30 سنة عمري اللي شدوا عليه هك 30 سنة في الدومين 30 سنة عندي. طيب هل معقول اليوم وانت تعرف انه مثلا البنان هي سلعة مهربة 9 كرادن ومثلهم معتها فواكه جافة وملابس معتها جاهزة ودبركلة سلعة تقولي لي هذو مراني انا مطيش على جرية وقولي هزيتها دقيقة برك تو من توصل بن قردان قداش الكيلومتر؟ 600 قريب 600 صدقني الاف الكراهب كل ليله تتعدى بالسلع الاف الاف تتعدى الاف كيفك انت يهزوا في الكونترا ما سمعش يهزن ما تسمعش هيز ما سمعش هيز ودعم معناتها اللي كيفك انت يهزين قدك 20 و30 مره اه نعم اي نعم اي نقول لك صحيح الواقع هذا شيء نعرفه تعادوا نورمال رجل امورك تعدى اش معناها ريق الامور؟ واك تعرف عاد ما نعرفش عرفني فيها قول لي انت اش معناها ريق الامور؟ قهوه علاش انت ريقلت امورك؟ ما عندي شيء ما عندي من رجل خاطر حكايه تفتفه برا تعدى يبعدني الاوجع للصحيح بالمئات كرفه تبدا تعدى عندهم وقت معين وتفضل واللي يحب يعمل يعمل يشدني خلي يشدني غدو في الكياس غادي فسر لي اش معناها بالمئات كرفه؟ بالبرنامج يا ولد عمي فسر لي ما برنامج يفهم خليك على صراحتك اش معناه صراحة ينسقوا مع بعضهم وقت الفلاني تعدى تعدى شكون وشكون؟ انت ما عاد بالمعارف عادي نقول انا بير ولد عمي واضح الحكي